طيب نيجي بقى لحد مختلف تماما، بعيدا بقى عن التحكيم، في بداية ريمونتادا عندنا كابتن بشير التبعي. طيب كابتن بشير التبعي من فترة بدأ يظهر مع أستاذ مهيب، وكان أراءه بشوفها معتدلة جدا، كان بدأ يتكلم بشكل جاي. مش هروح أقول إن ده السبب القاطع، كابتن بشير التبعي كان ابنه بيلعب في ناشئين النادي الأهلي وبعدين ما كملش، ففجأة تغيرت آراءه تماما. على فكرة برضو ده مش كلامي، ده سؤال وجهه له مهيب عبد الهادي على الهوا يا أسامة، وقال له أنا ملاحظ إن من بعد ما ابنك ما كملش في النادي الأهلي آراءك اختلفت، وقال له لا أنا طول عمري كده. تمام خلاص هنسلم إن أنت طول عمرك كده. طب تعالى بقى بعيدا عن اي حاجه تخص اولادك اللي لهم منا كل الاحترام، وحتى تخصك لان انت برضو ليك مننا كل الاحترام، بس لازم تحترم النادي الاهلي، وما ينفعش النادي الاهلي يكون فيه تجرؤ عليه زي ما هنسمع في الفيديو ده، لان الموضوع بالكلام المرسل ما بقاش ينفع بالشكل ده. نشوف الفيديو ونرجع نعقب عشان عندنا كلام مهم جدا معاكم. يا مهيب اعترف فجأة، لان طبعا لان الدوري بتاخد مني الدوري كل 10 سنين، الدوري بيتلعب كل سنه ومحسوم انه ياخد الدوري. يعني مهيب الدوري مكتوب في اتحاد الكوره وفي الدوله كلها باسم النادي الاهلي، يعني نادي الزمالك بي 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 تمثيل مشرف مش اكتر ولا اقل. الدوري مكتوب باسم النادي الاهلي يا مهيب، انا اللي بتكلم على مسؤوليه مهيب، ما فيش حاجه. بص يا مهيب انا قلت لك احنا بنلعب ضد 600,000 حد، الزمالك بيلعب في ظروف مش مناسبه خالص يا مهيب، سواء مع حكام مع اتحاد كوره مع المنظومه كلها اللي بتدير الليله دي كلها. طيب لو بتتكلم عن الحكام فلما تيجي تتفرج ارجع للفقرة اللي فاتت وشوف الحكام عملوا ايه مع نادي الزمالك وعملوا ايه مع النادي الاهلي الموسم الحالي. لو بتتكلم عن اتحادات الكرة هتشوف معانا في الفقرة دي واحنا مكملين ازاي النادي الاهلي بيتعرض لظلم، ولكن هنسيبنا من كل الحاجات اللي هنرد فيها عملي. تعالى انت نفسك اللي بتشوف النادي الاهلي بياخد بطولاته بمجاملات تحكيميه ومكتوب، على فكره الكلمه الوحيده اللي انت قلتها صح ان الدوري مكتوب باسم النادي الاهلي، لان النادي الاهلي هو الوحيد اللي بيركز في الملعب وبياخد مقومات النجاح بجد، مش عايش في جو مظلومات ومؤامرات وشماعات كل نتائجها بتكرر على مدار سنين يا اسامه، نفس الحاجه ومنتظر نتائج مختلفه، عمر النتائج مختلف طول ما العقليه يا اسامه بالشكل ده. انت عارف المشكله في ايه؟ المشكله ان هو بيرشح نادي الزمالك الموسم ده للفوز بالدوري، لو الموضوع زي ما انت شايف وان الموضوع الدوري مكتوب باسم النادي الاهلي بس مش النادي الاهلي اللي كاتب ده، حاجات اخرى او عوامل خارجيه هي اللي كاتبه ده، طب انت ازاي واثق قوي كده ان ممكن نادي الزمالك يكون بطل الدوري ده؟ مش شيء غريب؟ ده انت مختلف عن كل الزملكاويه اللي حاسين ان نادي الزمالك هذا الموسم بيتم محاربته من طوب الارض، حاجه غريبه جدا. لكن الاغرب لو دي وجهه نظرك في النادي الاهلي، الطبيعي جدا ان انت كانسان او كلاعب ان انت ترفض ان انت تروح للنادي ده او تتمنى اللعب للنادي ده او تحاول تنضم للنادي ده او حتى تندم على انك ما انضمتش للنادي ده. نشوف فيديو كابتن بشير التبعي ونرجع نعقب. طبعا بعد رجوعي من تركيا انك رجعت من تركيا اتنين بعد اللي حصل من الزمالك، كابتن مش الزمالك من الكابتن محمد حلمي في الزمالك، الزمالك ده كيان يعني دي انت اشد الندم انك ما روحتش الاهلي بالظبط كده. ده ندم الكابتن بشير التبعي ان هو بعد ما وقع للنادي الاهلي راح نادي الزمالك، فاعتقد يا كابتن بشير انت كده مفيش اتساق مع ذاتك لو انت شايف النادي الاهلي بالصوره دي، لكن الحقيقه انت عارف وشايف كويس قوي النادي الاهلي بيحقق بطولاته ازاي، وكنت تتمنى ان انت في يوم من الايام تكون ضمن او تلبس تيشيرت النادي الاهلي ولو لموسم واحد، لان معروف كويس قوي ان الاهلي بيحقق البطولات بجهد لاعبيه ومجالس ادارته واجهزته الفنيه فارس. والحمد لله الاقدار حالت دون ان ده يحصل، ولكن هل يعتقد اي حد بيتفرج علينا ان في حد ممكن يتمنى ان فريقه يخسر 6 أو 7 من النادي الاهلي؟ مستحيل. يعني لو انا خصوصا شايف فريقي ده النادي الاهلي معاه كل الادوات والعوامل الغير طبيعيه اللي انت بتتكلم واحد عليها، واحد بس اللي يتمنى مين؟ كابتن بشير التبعي. كابتن بشير التبعي، هنطلع ونشوف الفيديو ده اللي كابتن بشير التبعي نفسه بيتمنى فريق الزمالك يخسر فيه من النادي الاهلي 6 أو 7. نطلع ونشوف الفيديو. يا ريت جيل ده يخسر 6 أو 7 من النادي الاهلي، تمام، ويعمل اللي حصل، يعني اللي هو الفوقه اللي بعد الماتش ده، أنا معاك. ياخد 3 سنين دوري وكلام ده كله.
الفيديو ده مهم جدا، لان كابتن بشير التبعي بيقول ان هو بيتمنى لعيبه الزمالك تخسر 6 أو 7 عشان تفوق. طيب لو انت عندك قناعاتك اللي انت قلتها في الاول دي حقيقيه، عمرك ما هتفكر كده، هتقول بالعكس افوق من ايه، ده انا الظروف اللي انا فيها دي مش بارادتي، يبقى انا اشوف اي نتيجه على الاقل بسكور قليل يحقق النادي الزمالك ضد النادي الاهلي فده انجاز في ظل وجود التحكيم واتحادات الكره وبتاع. انما فكره ان يبقى عندي قناعه ان لا اخسر 6 أو 7 عشان افوق، يبقى انا جوايا عارف ان العيب فيا انا وبس. بس ده اللي انت مش عايز تعترف او حاجه تانية، ان الكابتن بشير عايز حد يجي يشيل فكره الستة بعد الستة واحد بتاعت بيبو.